بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عنوان درسنا اليوم: توازن الجسم خاضع لقوتين، إيكيليبر دان كور سو ميا دو فورس. إذا من خلال هذا الدرس هذا غادي نعرفوا إمتى كيكون واحد الجسم خاضع لقوتين في توازن. نبداو بواحد الوضعية ديال الانطلاق من أجل فهم المغزى من الدرس هذا. يحاول كل من مهدي وسفيان جر الحلقة نحوه، لكن لم يتمكن أي واحد منهما من التغلب على الآخر، فما سبب ذلك؟ كما كتلاحظوا هنا على الصورة أن التلميذ مهدي يحاول جر هذه الحلقة نحوه، وأيضا سفيان يحاول جر هذه الحلقة نحوه، ولكن لم يتمكن أي واحد منهما من التغلب على الآخر. يعني هنا الجملة هذه يقصدوا لنا أن هذه الحلقة توجد في حالة توازن. لماذا هذه الحلقة توجد في حالة توازن؟ طبيعة الحال غتكون عندكم مجموعة من الإجابات وغادي نحتفظوا بها كفرضيات، وغادي نتعرفوا في نهاية الدرس لماذا هذه الحلقة توجد في حالة توازن. غادي نبداو بواحد الدراسة تجريبية. كما كتلاحظوا هنايا عندنا واحد الدراسة تجريبية من أجل الوصول لشروط توازن جسم خاضع لقوتين. غادي ناخدو هنا واحد الصفيحة سأقرأ، ناخد صفيحة خفيفة اس من الورق، صفيحة خفيفة من الورق، ونشدها بواسطة ديناموميترين دي واحد ودي اثنان في نقطتين مختلفتين أ و ب كما يبين الشكل أسفل. غادي نشرح هذا الشكل هذا. الصفيحة هي توجد في الوسط، فهي مشدودة بواسطة الديناموميترين، الدينامومتر دي واحد على اليمين، الدينامومتر دي اثنان نحو اليسار. إذا هذه الصفيحة هذه ذكر في بداية هذا النص هذا ذكر لنا أنها خفيفة. أسطر على خفيفة، علاش ذكروا لنا بأن الصفيحة خفيفة؟ هنا خصكم تردوا البال، يعني ملي كيذكر لنا واحد الجسم أن كتلته مهملة، لهذا أثناء جرد القوى يجب إهمال وزن هذا الجسم. فهم؟ إذن غادي ندوزو لأول مرحلة اللي هي مرحلة جرد القوى. إذن هنايا عاود الشكل هو تنكيبا في الصورة هنايا. إذا غنبداو بجرد القوى. ما هي القوى المطبقة على الصفيحة؟ بطبيعة الحال كما لاحظنا أن الصفيحة اس فهي مشدودة بواسطة ديناومترين دي واحد ودي اثنان. إذا هذه الصفيحة فهي خاضعة فقط لقوتين، اللي هي القوة المطبقة من طرف الدينامومتر دي واحد ومن طرف الدينامومتر دي اثنان. إذا الصفيحة اس جد خفيفة ومعلقة بواسطة الديناومترين، وبالتالي يمكن إهمال مفعول وزنها، يعني بي يساوي تقريبا 0.01 نيوتن، وهي قيمة مهملة بالنسبة لباقي القوتين، لأننا عندنا قوة فيها 2 نيوتن وقوة أخرى فيها 2 نيوتن، وبالتالي 0.01 نيوتن فهي قيمة مهملة أمام هاتين القوتين. إذا هاد الصفيحة هذه فهي خاضعة لقوتين اف واحد، فهي القوة المطبقة من طرف دي واحد، والتصنيف ديالها هي قوة تماس موضعة. وبالنسبة للقوة الثانية اللي هي القوة المطبقة من طرف الدينامتر دي اثنان اللي هي اف اثنان، وهي أيضا قوة تماس موضعة. من بعد غادي ندوزو باش نقارنو مميزات القوتين اف واحد واف اثنان. بالنسبة نقطة التأثير ديال القوة اف واحد واللي هي القوة المطبقة من طرف الدينامومتر دي واحد، يعني الدينامومتر دي واحد غيجر في هذا الاتجاه، هذا غيجر لنا هكا. إذا نقطة التأثير هتكون بطبيعة الحال هي النقطة خط التأثير هو المستقيم الأفقي المار من أ، هو هذا المستقيم هذا، أو لا نقدر نقول مستقيم أ بي. بالنسبة للمنحة، المنحة
ديال القوة المطبقة من طرف الديناميتر دي دي واحد، فهو يجر من A نحو اليمين أو لا من A نحو سي. بالنسبة للشدة، فالشدة تم قياسها بواسطة الديناميتر مثل التجربة هذا، ويشير إلى 2 نيوتن. إذن غادي ندوزو المميزات F2. بطبيعة الحال F2 هي القوة المطبقة من طرف الديناميتر D2. إذن نقطة التأثير هي النقطة B، وخط التأثير هو المستقيم الأفقي المار من B أو للمستقيم AB. ثم من بعد المنحة الديناميتر هذا اللي هو الديناميتر D2، فهو تيجر في هذا الاتجاه، هذا اللي هنا تيجر في هذا الاتجاه، يعني يجر الحلقة نحوه، يعني المنحة قد يكون من النقطة B نحو النقطة E. طيب، وبالنسبة للشدة، فالشدة نقراوها مباشرة على الدينومتر اللي هي 2 نيوتن. إذا هنايا غادي نطلب منكم واحد الملاحظة بسيطة، يعني نحتفظوا بها للفقرة المقبلة. غادي نحاول نقارن المميزات ديال القوتين F1 و F2، وما ننساوش أن هاد الجسم هذا فهو في حالة توازن وخاضع لقوتين اللي هما F1 و F2. غنبداو بأول حاجة، غادي نقارنو نقطة التأثير. بالنسبة لنقطة التأثير كنتلاقاو أن نقطة التأثير أن هذا عنده A، هذا عنده النقطة B، يعني هناك اختلاف في نقطة التأثير. غندوزو لخط التأثير. بالنسبة لخط التأثير، قوة F خط تأثيرها هو المستقيم AB، و القوة الثانية اللي هي F2 خط تأثيرها هو المستقيم AB، يعني هناك تشابه بالنسبة لخط التأثير. غندوزو للمنحة. المنحة أنا عندي المنحة A، المنحة عفوا من A نحو C أو لا من A نحو اليمين، لا بأس نحو اليمين. ثم من بعد بالنسبة المنحة ديال القوة الثانية اللي هي F2 من B نحو اليسار. إذا هناك أيضا اختلاف، ولكن يمكن نلقى واحد الحاجة كتشرك لنا هذه المنحة هذا. بالنسبة للشدة، يعني كتلقاو أنها نفس الشدة 2 نيوتن بالنسبة لشدة القوة F1، وبالنسبة أيضا شدة القوة F2. إذا هنا إلا بغينا ندير واحد المقارنة، مقارنة القوتين F1 F2، اش غادي نقول عليهم؟ غنقول ان للقوتين نفس خط التأثير، يعني للقوتين F1 F2 نفسه خط التأثير. وماذا أيضا بالنسبة للمنحة ديال القوة F1 والمنحة ديال القوة F2؟ كنلاحظوا أنهما منحيان متعاكسان، يعني هذا من A نحو اليمين والآخر من B نحو اليسار، صار يعني منحيان متعاكسان للقوتين، القوتين منحيان متعاكسان. وأخيرا الشدة غنتلقاو أن لهما نفس الشدة. ومن هنا سوف نستنتج متى يكون الجسم الصلب خاضع لقوتين في توازن. بكل بساطة، يكون جسم صلب خاضع لقوتين في توازن إذا كان للقوتين F1 و F2
نفس خط تأثير ونفس شدة ومن حيان متعاكسان. إذا كان عندهم نفس خط تأثير ونفس شدة ومن حيان متعاكسان، يعني من حد إلى ذاك ومن حد إلى ذاك، يعني من حيان متعاكسان. وهذا الشرط هذا كيتسمى بشرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين، وسهل يتحفظ وديما تيتحط في الامتحان. يقول لك ذكر بشرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين، وكتقول انت النص ديالو من الاول، يكون الجسم صلب خاضع لقوتين في توازن اذا كان القوتين اف واحد واف اثنان نفس خط تأثير ونفس شدة ومن حيان متعاكسان. وكاينه كتابة رياضية كتعبر لنا على هاد شرط التوازن، يعني عوض هاد النص كامل يمكننا نلخصوه بكتابة رياضية اللي هي على الشكل التالي. يعني المجموع المتجهي ديال اف واحد زائد اف اثنان فهو تساوي المتجهة المنعدمة. يعني المجموع المتجهي ديال اف واحد و اف اثنان كيساوي المتجهة المنعدمة. بمعنى آخر يعني اف واحد متجه اف واحد فهي تساوي مقابل المتجهة اف اثنان. وحذاري حذاري تكتبوا بحال هكذا، يعني تكتب اف واحد زائد اف اثنان تساوي صفر. هذه كتابة خاطئة، هذه كتابة خاطئة، لأنه المجموع المتجهين يعني المتجه اف واحد زائد المتجه اف اثنان فهي كتساوي المتجهة المنعدمة. ولكن لا بأس نكتبه بحال هكا، اف واحد يعني الشدة ديال اف واحد كتساوي اف اثنان. وهذا ما كيلخص لناش جميع الشروط ديال توازن جسم صلب خاضع لقوتين، وإنما هو شرط من الشروط. ولكن بالنسبة للكتابة المكافئة لهذا النص ديال شرط التوازن هي الكتابة الرياضية، المتجه اف واحد زائد المتجه اف اثنان كتساوي المتجهة المنعدمة. إذا هنا غادي نخرجوا بواحد الخلاصة عامة اللي هي عندنا هنايا، حاول نقرأ لكم. إذا كان جسم ما في حالة توازن تحت تأثير قوتين فقط F1 و F2 فإن المجموع المتجه لهاتين القوتين يساوي المتجهة المنعدمة. هنا أيضا سهل، و F1 و F2 لهما نفس الحامل، ونسمي الشرطين واحد واثنان شرطي التوازن. ايضا هذا نص ديال شرطي التوازن بصيغة اخرى. فهم من بعد غادي ندوزو للتطبيق، كيفاش كنطبقو؟ قبل ما ندوزو للتطبيق غادي نرجعو لوضعية الانطلاق اللي انطلقنا منها. اذا هنايا ربما الاجابة غادي تكون عندكم، لماذا كل من مهدي عند محاولته لجر الحلقة، يعني الحلقة تبقى متوازنة باختصار، لأن مهدي يجر الحلقة في هذا المنحى، يعني نقدر نسمع القوة F1 واحد، وسفيان يجر الحلقة في هذا المنحى، نقدر نسميها يعني يطبق قوة F2 على هذه الحلقة حلقة في هذه النقطة هذه. إذا هذه الحلقة هذه متوازنة لأن القوتين F1 و F2 لهما نفس خط التأثير، هذا هو خط التأثير، لهما نفس خط التأثير ولهما منحيان متعاكسان، يعني هذا تجر في الاتجاه وهذا الآخر تجر عفوا في المنحى. وايضا لهما نفس الشده، كنقولوا بالدارجه يعني الجهد ديال هذا هو نفس الجهد ديال هذا، يعني نفس الشده، يعني شده القوه التي يطبقها مهدي هي نفس شده القوه التي يطبقها سفيان. دابا غادي ندوزو للتطبيق، كيفاش نحاولوا نطبقوا هاد الشرطين ديال التوازن باش نجاوبوا على التمارين. غادي ناخذوا هاد التطبيق هذا، غادي نبداو بقراءة التطبيق أولا وفهمه. مثال: توتر نابض، تحديد مميزات القوتين المطبقة من طرف نابض على جسم S، شدة وزنه P كتساوي 2 نيوتن معلق بنهايته. الشكل أسفل. أول سؤال:
لأن هنايا هو السؤال الأول، أجرد القوى المطبقة على الجسم S. هو عندي الجسم S، غادي نحاول نجرد عليه القوى، جرد القوى يعني. إذا بغينا نجرد القوى، أول حاجة تنديرو هي تحديد المجموعة المدروسة. يعني تنكتبو بحال هكا، المجموعة المدروسة الجسم S. بعد كنرجع سطر نكتب تيرات تماس، تيرات تماس نقطتين. شنو هي تيرات تماس؟ لان هنا طبيعه الحال توتر النابض، جرت العاده اننا توتر النابض او لا توتر الخيط كنشير ليه، كرمت ليه بالمتجهه تي، يعني تي توتر النابض. تأثيرات عن بعد، تأثيرات عن بعد بطبيعة الحال هذا الجسم اس هذا فهو معلق بنهاية نابض، وبالتالي فهو خاضع لجاذبية الأرض، وهذه القوة هذه كنسميوها وزن الجسم اس، كنرمزو لها بي، يعني وزن الجسم اس. سبق وأن شرحنا الفرق بين الوزن والكتلة، وقلنا أن الكتلة هو مقدار فيزيائي يعبر عن كمية مادة جسم ما، ونقيسه بواسطة الميزان رمزه M، وحدته العالمية كيلوغرام، بينما الوزن هو القوة المطبقة من طرف الجاذبية، ونرمز لها وتقاس شدته عفوا بواسطة الدينامومتر، وحدته العالمية هي نيوتن. إذا هنا غندوزو المميزات بي وزن الجسم اس. بالنسبه لمميزات وزن الجسم اس، كما تنقول لكم ديما اكتبوهم بعينيكم مغمضين، بمعنى المميزات ديال وزن الجسم اس ولا اي حاجه، فالمميزات ما تتغيروش، كيبقاو ديما هما. نقطه التاثير بحال دابا الشكل هذا ما عطانيش نقطه التاثير، غنكتب ليه مركز ثقل الجسم، نقطه التاثير مركز ثقل الجسم اس طبيعي الحال. خط تأثير المستقيم الرأسي المار لمركز ثقل الجسم، المستقيم الرأسي المار من مركز ثقل الجسم اس، المنحى دائما نحو الأسفل، والشدة راه مذكورة في نفس التمرين، هاي الشدة. يعني ديما بالنسبة لأي تمرين ديال الميكانيك نقرا دائما نص التمرين المعطيات ديالو، فهي مهمة جدا. الشدة ديالو هي 2 نيوتن، 2 نيوتن، يعني بي تساوي 2 نيوتن. غندوزو للسؤال الثالث، بتطبيق شرطي التوازن استنتج مميزات تي. هنا لحسن الحظ ان وضع التمرين يعني لمح لينا، يعني بتطبيق شرطي التوازن استنتج مميزات تي، كي اللي تيجي مباشره تيجاوب على مميزات تي، وبالتالي الجواب ديالو كيكون جواب ناقص، يعني ما غيرتش النقطه الكامله. لهذا يعني اول حاجه كنذكروا ان هذا الجسم اس كنذكروا انه في توازن، يعني في توازن وخاضع ليه قوتين، خاضع لجوج ديال القوى، خاضع القوة الأولى اللي هي بي، خاضع القوة الأولى اللي هي بي، والقوة الثانية اللي هي تي توتر النابض. كما تلاحظوا أن هاد القوتين هادو هما اللي خلاو هاد الجسم هذا يكون في حالة توازن. إذا باش نجاوب على هاد السؤال هذا الثالث، أول حاجة غادي نذكر، غادي نقول بما أن الجسم S في توازن وخاضع لقوتين، هنا غادي نذكر القوتين اللي جردتهم، خاضع لقوتين P متجهة و T
إذن لهاتين القوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحيان متعاكسان. إذن من خلال هذا التطبيق ديال شرطي التوازن يمكن مباشرة نستنتج المميزات ديال القوة، ولكن بعد كتابة هذا النص هذا اللي هو شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين، غادي نحدد المميزات ديال القوة. إذا هنا أول حاجة نقطة التأثير غادي نجبدها غير من الشكل، هي النقطة أ اللي هي نقطة تماس النابض مع الجسم S، هي النقطة أ. خط التأثير يعني نفس خط التأثير، المستقيم الرأسي المار، المستقيم الرأسي المار من مركز ثقل الجسم، اس المنحى نكتب فقط نحو الاعلى، بغيت نكون اكثر دقه نقول من ا نحو الاعلى، الشده بطبيعه الحال بي كتساوي تي كتساوي جوج نيو نيوتن. وبالاضافه الى طلب مني ايضا تمثيل هاتين القوتين، انا غادي نمثلهم يعني فقط انني غادي نحترم السلم المعتليه وغادي نمثل هاتين القوتين. ونكون بهذا قد أنهينا درسنا اليوم. ستجدون رفقة هذا الفيديو تمرين تطبيقي، وأتمنى أن توصل بالحلول ديالكم، وشكرا.